وأرجو جماهيرنا ومشاهدينا ومشتركينا لا تكونوا ملوك أكثر من الملوك ولا تتحمسوا أكثر من أبناء البلد. نشوف أنا في ردود وهي تغريدات كلنا إنجليز وكلنا فرنسيين وكلنا ألمان ونحن طليان والآخر ولا إسباني. أنت عربي ابن عربي ابن بادية وابن الصحراء وبكل افتخار نعشق منتخبات ولكن لا أبكي لمنتخب غير منتخب بلادي وخلاف منتخب النصور. لو أنت أيضا تتحمس تتفرج تريد المكسب لكن إنجلترا لها الإنجليز والألمان لهم الألمان والطليان يمثلهم طليان ونحن نمثل مجموعة أخرى من الأوطان. هل وصلت رسالتي أم لا؟ قد يغضب كثيرين ولكن هذا هو الواقع. الحقيقة تؤلم وأنا تعودت أن أمشي في الطريق الصحيح.